السلام عليكم. أثار الهجوم الحوثي الأخير على مواقع حيوية في العاصمة الإماراتية أبوظبي وأوقع قتلى وجرحى، أثار التساؤل عما وراء الجرأة المتزايدة التي باتت الميليشيات الحوثية تتخذ بها قراراتها. دلالة هذا الهجوم والموقف الدولي منه، خصوصا بعد دعوة الإمارات لاجتماع لمجلس الأمن، وكذلك تأثيراته على سير المعارك في اليمن والشكل الذي يمكن أن تأخذه في المرحلة المقبلة، مدار حلقة اليوم من برنامج حديث العرب سيكون على هذه المحاور. أهلا بكم. هجوم نفذته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على مطار أبوظبي ومنشئات أخرى في الإمارات. الهجوم الذي انطلق من مطار صنعاء وفقا لوكالة رويترز، والذي أسفر عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى، لم يكن الأول من نوعه خارج حدود اليمن، فقد سبقته العديد من الهجمات كانت معظمها على الأراضي السعودية. ميليشيا الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن القصف، فيما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريح إن عملية القصف نفذت ب5 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة. دولياً، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي في الإمارات، كذلك أدانت الهجوم روسيا وفرنسا وألمانيا، واستنكر رئيس الاتحاد الإفريقي بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي، فيما تدرس الولايات المتحدة وبريطانيا إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية. أما عربياً، فقد أدانت 11 دولة عربية استهداف ميليشيات الحوثيين منطقتين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بينما عدت الخارجية السعودية الاستهداف هجوماً إرهابياً، مؤكدة وقوفها التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وإنها سترد على جميع الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي سواء في الإمارات أو تلك التي تشنها ضد الأراضي السعودية. بدورها، دعت الكويت مجلس الأمن إلى وضع حد للسلوك العدواني للميليشيات الحوثية وصيانة الأمن والسلم الدوليين، في وقت أكدت الخارجية اليمنية أن هجمات الحوثيين تدل على تخبط الميليشيات وإحباطها بعد هزائمها في جبهات مأرب وشبوة. أما الموقف في العراق فقد بدا منقسما، حيث أدانت وزارة الخارجية الحالية الهجوم بشدة، بينما أثنت الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران على الهجوم، بدءا من زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي الذي بارك هذا الهجوم وعده تقدما في قوة الردع وفقا لوصفه. التصعيد الحوثي المدعوم من إيران يكشف عن تطورات ومتغيرات في المنطقة ودخول ميليشيا الحوثي في مأزق حقيقي في عدة جبهات، حيث أعلن الجيش اليمني أن قواته تواصل التقدم جنوبي مأرب بعد أن فرضت سيطرتها على شبوة، فيما أعلن التحالف العربي في اليمن بدأ ضربات جوية لمعاقل ميليشيات الحوثيين في صنعاء، إلا أن التدخل الإيراني والصمت الدولي قد يؤخر حسم الموقف تجاه ميليشيا الحوثي التي أدخلت اليمن في أزمات لا تنتهي. للحديث عن موضوع الحلقة معنا الأستاذ ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي، وهو في الاستوديو. كما ينضم إلينا عبر زوم من مكة المكرمة الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم، أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأنا من مكة، الهجوم الذي نفذه الحوثيون على أبوظبي حقيقة يعني كان لافتا من حيث إبراز القدرات العسكرية للحوثيين، وهذا ما اعترفت به جهات التحقيق الإماراتية بناء على ما كشفه مسؤول أمريكي مطلع على نتائج التحقيق، نقلت CNN هذه التصريحات عنه. يعني في حديث الدلالات، ماذا يمكن أن يقرأ في هذا الهجوم أستاذ؟ أرحب بك أستاذ جهاد، وأرحب بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا المشاهدين. يبدو أنه هناك عدد من القراءات وليس قراءة واحدة، لكن حقيقة هجوم الحوثي إذا كان يعني قام به الحوثي حقيقة، جعل على الإمارات، جعل العالم ينتفض انتفاضة كاملة ومشتركة،
وحقيقة يكشف لأول مرة خطأ إدارة بايدن التي رفعت الحوثي من قائمة الإرهاب، وحقيقة يعني جعل إدارة بايدن تشعر بالحرج لما قامت به من خطأ استراتيجي عندما رفعت الحوثي من قائمة الإرهاب. حقيقة يعني الموقف يعني لا أود أن أحلل، لأن أو يعني هل قام به الحوثي؟ يمكن يعني أنا هو مسؤول أستاذ عبد الحفيظ، مسؤول في البنتاغون الأمريكي، بحسب ما نقلت صحيفة وول جورنال ستريت الأمريكية، نقلت عن مسؤول في البنتاغون أنه قال لا شأن لإيران بهذه الهجمات وأن الحوثيين يعملون منفردين. طبيعي أن أمريكا تقول هذا الكلام، لأن أمريكا الآن في وضع يعني مع إيران في اتفاق نووي، ولذلك يعني الحقيقة من حق الولايات المتحدة أن تقول أن إيران ليست مسؤولة عن هذا الهجوم، ولكن هناك شواهد تثبت على أن إيران هي كانت وراء هذا الحقيقة الهجوم. من أهم الشواهد وجود محمد عبد السلام في إيران، وهدد من إيران باستهداف الإمارات. بعدما تحول الموقف في مأرب في شبوة ومأرب من التحالف يعني من الدفاع إلى الهجوم، الحقيقة وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان راح أقام بزيارة خاطفة إلى دول الخليج، إلى سلطنة عمان وقطر، وقال من حقيقة من دولة سلطنة عمان، قال وعرضت السلام في، قال حان وقت السلام في اليمن، رغم انه الحاكم العسكري من الحرس الثوري حسن اورلو هو الذي رفض مبادره السلام في مارس 2021. وقال من سلطنه عمان حان الوقت الان للسلام في اليمن، وقال لا ينبغي معالجه الازمات والمشكلات بالقوة العسكرية والهيمنة، وكأن إيران هي ليست مسؤولة عن هذه القوة العسكرية، وأن حقيقة إيران هي تستخدم الميليشيات الحوثي، وتستخدم حزب الله اللبناني، وتستخشد الحشد الشعبي رؤوس حربها. يعني لو حصل اتفاق بينها وبين المملكة العربية السعودية تتخلى عن هذه، عن رؤوس الحرب هذه. سنعود الحديث عن دور إيراني محتمل بعد قليل أستاذ عبد الحفيظ، لكن في الاستوديو الآن ما حصل في أبوظبي حقيقة يحتاج إلى قرار جريء، وقد اتخذ القرار ونفذ بدقة عالية. هل من تفسير لهذه الجرأة الحوثية في اتخاذ قرار بضرب مصالح قد تكون لها امتدادات إقليمية ودولية، مصالح نفطية؟ ما سبب هذه الجرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ جهاد ولضيفك الكريم الدكتور عبد الحفيظ من مكة وللمشاهدين. هي أنا أعتقد أن ظروف المعركة التي يخوضها الحوثيون الآن ومن ورائهم إيران هي التي أملت هذا النوع من التصرف الذي أنت تصفه بأنه جريء، ولكن هو جزء من تكتيك سبق وأن نفذ في العمق السعودي، واستهدف أهم منشأة نفطية في العالم تقريبا، وتسبب في تعطيل صادرات أهم منتج للنفط في العالم. وحينها العالم لم يهتز، إيران أخذت إشارة واضحة بأنها يمكن أن تخلط الأوراق ويمكن أن تستهدف حلفاء أساسيين للغرب في المنطقة دون أن تكترث. هدفها الأساسي هو تعطيل القدرات العسكرية لطرف في التحالف وهو الإمارات، حتى لا يستمر في المعارك الحالية الدائرة في شبوة ومأرب، والتي بدأت تحدث أثراً خطيراً على الوجود العسكري للحوثيين، وتقريباً أفشلت مخططاتهم للسيلة على مأرب. مأرب في الاستراتيجية الإيرانية تعتبر بيضة القبان، إذا ما تمت السيطرة على مأرب حسمت الحرب لصالح إيران كلمة واحدة، لا يمكن الحديث غير ذلك. لماذا؟ لأن اكتملت بنيان الدولة المنصة الإقليمية التي تسعى للإمساك بها، وهي اليمن. طبعا اليمن الجزء الشمالي من اليمن فيها الكتلة السكانية تقريبا 80% من الكتلة السكانية من عدد سكان اليمن، وفيه حقول للغاز والنفط، واكتملت الدولة
اكتملت الدولة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن سلام في اليمن، أحد أطرافه الحوثيين وإيران، لا يمكن. يعني أنت تعود أستاذ معذرة، يعني أنت لو اصطلحنا على تسميته بالقرار الجريء أو إشارات لإيران، يعني يمكن ربط هذا الهجوم برغبة إيرانية أو بتعقيدات في المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ نعم، يعني هي طبعا السيطرة على مأرب كانت أيضا مرتبطة باستحقاقات إقليمية إيرانية مرتبطة بالملف النووي. إيران جزء من تكتيكاتها للإبقاء على دور لها في المنطقة وتأثير في سياسة المنطقة هي أن تستند إلى أرضية حقيقية صلبة في المنطقة من خلال أدواتها في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. واليمن أنا أعتقد كنز بالنسبة لإيران، حساسية لبنان مثلا كونها مجاورة للكيان الصهيوني، العراق بلد نفطي كبير، لكن اليمن تحتاجه لإيذاء السعودية. أيضا المسألة مرتبطة بالتوسع، ليس فقط بالتوسع الجيوسياسي بالنسبة لإيران وبالأدوار التي يمكن أن تلعبها في المنطقة، وإنما أيضا هناك عقيدة شيعية لا يمكن أن نتجاهلها. البعد العقائدي مهم جدا، يعني العبث الذي تقوم به في الشام والعبث الذي تقوم به في اليمن مرتبط بعقيدة الانبعاث الشيعي، وهذا لا يمكن تجاهله عند الحديث عن دور إيراني وعن أهداف إيرانية على الساحة اليمنية. لهذا عندما حدث تحول عسكري استراتيجي في المواجهات العسكرية، وفي الحقيقة التحول اللي حدث لا يصب مباشرة لصالح الشرعية ولا لصالح أهداف استعادة الشرعية حتى الآن، حتى لا نكون متفائلين، حتى لا نقدم يعني ادعاءات خاطئة. في النهاية هناك ترتيبات خاصة بالتحالف، ولكن هذه الترتيبات أزعجت إيران وأزعجت الحوثيين وساهمت في تغيير موازين القوى. طبعا هل كان التحالف عاجز قبل ذلك عن أن يحدث هذا التغيير في مأرب وفي شبوة؟ لا، يعني المسألة نعتقد أنه إيران ما كان لها أن تدعي بأنها على وشك إسقاط مأرب، ولا يمكن للحوثيين أن يستمروا في القتال حتى هذه اللحظة لو أن الذي يقابلهم يمتلك أسلحة. للأسف الشديد أفضل المقاتلين وهم في الجيش الوطني يعانون كثيرا من فيما يتعلق بالتسليح، ويستدينون للحصول على سلاح للأسف الشديد. طيب أستاذ عبد الحفيظ، يعني منذ عام 2017، منذ نحو 5 أعوام، الحوثيون ينفذون هجمات على الإمارات، وخصوصا في عام 2018 كان موسم تكثيف الهجمات على الإمارات، وكانوا يعلنون وكانت الإمارات تنكر حصول مثل هذه الهجمات. ما الذي دفع الإماراتيين اليوم للاعتراف بهذا الهجوم؟ ما المتغير السياسي؟ لا أكيد في متغير سياسي الحقيقة. لو نظرنا إلى يعني جغرافية دولة الإمارات وجغرافية المملكة العربية السعودية، هناك اختلاف كبير جدا بين الجغرافيتين. المملكة العربية السعودية قارة ولديها يعني القدرة والإمكانيات في يعني مواجهة هذه المسيرات وهذه الصواريخ، بينما دولة الإمارات دولة محدودة المساحة والمراكز الحيوية أيضا محدودة، ليست كما في المملكة العربية السعودية. ولذلك إذا كان أكدنا إذا دولة الإمارات لم تؤكد أنها يعني تعرضت لهجمات في 2018، لكن أنت تقول أستاذ جهاد بحسب كلامك، لكن دولة الإمارات لم يعني تذكر أو تعترف أو تقول، وإنما هي أول هجمات في هذه المرة هي التي ذكرت بأنها تعرضت لهجمات مباشرة. وأنا في ظني حتى أود بس أعود إلى نقطة يعني إيران ليست بهذا الحجم من القوة الذي نحن يعني الآن وكأن إيران دولة يعني الصين أو روسيا. إيران على فكرة ترى ناتج الاقتصاد نصف ناتج الاقتصاد. طيب ربما يكون أستاذ عبد الحفيظ، ربما يكون كلامك يعني دقيقا، لكن ثمة من قد يقول لك إنها دولة ليست بهذا الحجم وليست بهذه القوة، ومع ذلك تسيطر على 4 عواصم عربية، ولا تستطيع السعودية التي هي من كبريات الدول العربية أن تواجه إيران على حدودها. صحيح. وأنا ما أكملت إجابتي. إجابتي إنه إيران استثمرت ظروف معينة، احتلال العراق من قبل أمريكا في 2003، تسليم العراق لإيران، ثورات الربيع العربي في 2011،
هذا الذي جعل إيران تستثمر هذه الظروف. ثم استثمر شيء مهم جدا وهو أنها الزوارق الصغيرة، المسيرات الصغيرة. ولذلك الآن لماذا تحولت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف من الدفاع إلى الهجوم؟ بسبب أن تكاليف مواجهة المسيرات الحوثية مكلفة. يعني مسيرة حوثية لا تتكلف 100 إلى 500 دولار. أنت تواجه هذه المسيرات مثلا صواريخ باتري 2 مليون دولار، أنت تواجه هذه الصاروخ بثلاثة صواريخ من باتر يعني 6 ملايين دولار. هناك الصواريخ الأخرى يعني 500 ألف. أستاذ عبد الحفيظ، يعني أنت يعني من كلامك أنا أبني سؤالي، يعني إذا ما كانت السعودية قادرة على تحويل الدفاع أو مواجهة المسيرات إلى هجوم لأسباب اقتصادية، لماذا لم تتخذ هذه الخطوات باكرا لأسباب إنسانية متعلقة باليمن وبالشعب اليمني مثلا؟ قد يسأل سائل. صحيح، سؤالك ممتاز رائع أستاذ جهاد. هناك كانت هناك ظروف دولية، يمكن أنت تذكر وغيرك يذكر أنه حينما التحالف كان على وشك يعني تحرير الحديدة، أوقف المجتمع الدولي تحرير الحديدة واستبدل تحرير الحديدة باتفاق ستوكهولم. هناك محاولات في اتفاق الكويت، في سلطنة عمان، كلها لم يعني تنجح، لم تنجح هذه المحاولات. والحقيقة الآن بعدما طبعا حينما أتت إدارة بايدن وطبعا رفعت الحوثيين من قائمة الإرهاب من أجل يعني التوصل إلى حل سياسي في اليمن ظنا من إدارة بايدن، لكن إيران كانت تستخدم يعني اليمن كما قال ضيفك، لأن هي تود أن يكون لديها أوهام القوة المهيمنة الحقيقة، أوهام، مجرد أوهام، تود أن تصل إلى باب المندب، تود أن تصل إلى البحر الأحمر، لأن هي ترى على فكرة إيران يعني مضيق هرمز هي يمكن أن يعني يغلق ضدها، وهناك بحر قزوين روسيا. فإيران وكأنها استراتيجية وكأنها دولة داخلية، ولذلك يتود أن تبسط نفوذها وتصل إلى الممرات البحرية في البحر الأحمر لكي يكون لديها نفوذ. هذا عدا عن الأهداف الأيديولوجية والعقائدية. نعم. في أن تصل إلى مكة المكرمة، هذا موضوع آخر. طيب. لا نود أن نناقش في لكن دعنا نناقش الموضوع من الناحية الاستراتيجية. ولذلك يعني أنا في ظني أن دولة التحالف ليست غافلة، هي تتماشى مع المجتمع الدولي. الآن بايدن فصل الملفات وهو ما يسمى بالاتفاق المرحلي، ترك يعني الآن يعود إلى الاتفاق 2015 إلى انسحب منه ترامب، ما يسمى بالاتفاق المعيب، وترك الملفين الآخرين، الملف ملف اليمن للمملكة العربية السعودية. أنت تلاحظ الآن أيضا في العراق هناك دور للمملكة العربية السعودية في دعم الصدر ديمقراطيا، وترى الآن الصدر هو الذي يتغلب على الإطار والتنسيق التابعين لإيران. هناك ضغط سعودي على حزب الله في لبنان. هناك حقيقة الآن أنا أعتقد بعد ضرب الإمارات الآن الأوان لتفكيك الميليشيات في المنطقة. تفكيك الميليشيات في المنطقة ملف متروك للمملكة العربية السعودية. الولايات المتحدة تود أن تنسحب من المنطقة، لديها ملفات أكبر من ملف إيران وملف روسيا والصين. تتحدث في نقاط، لذلك يعني الحقيقة أرجو المعذرة، تتحدث في نقاط مهمة أستاذ الحفيظ، لكن هذه ربما تندرج في الحديث عن الموقف الدولي ومدى إمكانية تطوره في المستقبل، وهو الذي سنبحثه بعد الفاصل. لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل، هل يمكن وضع هذا السلوك الحوثي الجديد بقصف الإمارات ضمن خطوة أو مرحلة جديدة ضمن إدارة الصراع، أم هو فقط يعني إجراء رادع تكتيكي حتى تتوقف الإمارات عن أفعالها مع ألوية العماليق في شبوة ومأرب؟ هو إجراء تكتيكي رادع، ولكنه ليس مفاجئا. الحوثيون أصدروا تهديدات قبل ذلك بأنهم سيستهدفون الإمارات، ومنذ عام 2019 وحتى اليوم، تعرف أنه في 2018 تعرضت الفجيرة لهجمات
ثم كان هناك إشارة سلبية، الإمارات بعدها اتخذت إجراءات منها التوقف عن انخراط في العمليات الميدانية في اليمن، بل أنها ادعت أنها انسحبت عسكريا من اليمن وأنها كانت تقاتل في اليمن الإخوان المسلمين والإرهاب والحوثيين. الآن عودة الإمارات من أجل دعم القوات الجنوبية في محافظة شبوة وتسوية الأرضية الجنوبية من خلال ترتيبات معينة أجبرت الرئيس على الإطاحة بمحافظة شبوة المحسوب على الشرعية إلى آخره، الإمارات قدمت دعم عسكري للعمالقة الذين ذهبوا إلى 3 مديريات وحرروها من الوجود الحوثي، رغم أن الحوثيين لم يكونوا متواجدين بشكل كبير جدا، الحوثيين كانوا متواجدين في مأرب ومروا عبر شبوة بهدف الوصول إلى مأرب لأن هدفهم مأرب، وكان ذلك يعكس نوع من التفاهمات ربما بين الجانبين. لكن كون أن هناك تحول وهو تحول مرتبط بترتيبات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وكما قلت هذه الترتيبات لا تعني بالضرورة أن المعارك ذاهبة إلى تحقيق الأهداف المعلنة وهي دعم الشرعية وهزيمة الحوثيين، هذا الأمر لا يزال محل نظر في الحقيقة ولسنا متأكدين منه. لهذا عندما تحركت الآلة العسكرية وقدم للعمالقة أسلحة نوعية وشعر الحوثيون بأنهم يختنقون في محافظة مأرب وجهوا الصواريخ باتجاه الإمارات، كيف وجهوها؟ من الذي واجهها؟ هذه يعني في النهاية أيضا لا تزال مثار جدل، خصوصا وأن الهجمات على شرق المملكة العربية السعودية دار حولها جدل مماثل، وكان هناك تقارير أممية تقول أن الصواريخ التي ضربت المنشآت النفطية جاءت من الشمال. نعم، طيب نواصل حديثنا عن تطورات المشهد الميداني في اليمن، خصوصا بعد قصف الحوثيين لمنشآت حيوية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في حديثنا عن دلالات وتداعيات القصف الحوثي لمواقع استراتيجية في الإمارات. أستاذ عبد الحفيظ، ردود الفعل الدولية حقيقة ملاحظ عليها منذ بدء الأزمة في اليمن وقصف المواقع السعودية والآن الإماراتية دائما يعني فاترة لا ترتقي إلى مستوى التهديدات الأمنية التي تشكلها هذه الهجمات. كيف تستقبل الرياض وأبوظبي في رأيك هذا الفتور الدولي إزاء ما يمس أمنهما القومي وهما الحلفاء لأمريكا؟ حقيقة أستاذ جهاد، هذا الهجوم الأخير أنا في ظني أنه أعطى يعني ذريعة قوية جدا للتحالف، ولذلك أنت تلاحظ بعد ضرب الإمارات خلال 24 ساعة تم استهداف 5 اجتماعات سرية في صنعاء، ويمكن كان هناك 3 لبنانيين دخلوا حديثا الى صنعاء لدراسه الانكسارات التي حدثت في شبوه ومأرب، وهناك من حرص يعني حوالي 30 قائد حوثي، وكان على راسهم الجنيد اللي هو عميد الكليه الجويه والمسؤول عن ارسال المسيرات والصواريخ، كلهم تم إبادتهم إبادة كاملة في 5 اجتماعات. وأنا في ظني يعني هناك يعني الاستخبارات الإماراتية والسعودية قوية جدا على أرض الواقع، وإذا تجد الآن الحوثي والحرس الثوري الإيراني واللبناني نقلوا حتى بعض أسلحتهم نقلوها إلى مناطق في أطراف صنعاء وللتخفي وهي في مناطق تجارية، لأنهم كانوا يتخفون في السابق ويستخدمون الشعب
اليمني كدروع بشرية، وكانوا يقيمون اجتماعاتهم في بدرومات. ورغم ذلك كان أكيد الإحداثيات كانت دقيقة جدا التي وصلت إلى دول التحالف. وأنا في ظني الآن يعني معظم القيادات الكبيرة الحوثية يعني تم الإجهاز عليها تماما. والآن أعتقد إيران في أضعف حالاتها، قد لا يتفق معي أحد في هذا الطرح، ولكن هناك أسباب جوهرية كما ذكرت لك. الآن رغم أن المجتمع الدولي هو يعني لم يعني يقف وقفة قوية إلى جانب دول، ولكنه على الأقل لم يضع العراقيل أمام دول التحالف كما فعل ذلك في اتفاق ستوكهولم. الآن دول التحالف كيف لم يضع العراقيل؟ ألا يعتبر أنه هذا السكوت والهدوء والفتور تجاه الهجمة الأخيرة على أبو ظبي نوعا من أنواع العراقيل غير المباشرة؟ أستاذ جهاد، هناك مصلحة دولية، هناك مصلحة دولية ما بين يعني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا إيران. هنا المجتمع الدولي يبحث عن مصالحه ولا يبحث عن مصالح دول التحالف، ولذلك هو لا يود يعني هدف الآن بايدن على غرار هدف أوباما في التوصل إلى اتفاق أو تجديد الاتفاق المعيب الذي كانت الذي اعترضت عليه المملكة العربية السعودية. طيب. أنه لم يشمل النفوذ الإقليمي لإيران والصواريخ الباليستية. أصبح الآن يعني الاتفاق الجديد اتفاق مرحلي، يعني مسؤولية بايدن أو إدارة بايدن هي فقط التوصل إلى اتفاق 2015، بقية الملفات متروكة للمملكة العربية السعودية وإسرائيل للأسف. طيب. حقيقة يعني يعني إيران الآن في أضعف حالاتها، ترى على فكرة إيران حتى من الداخل يعني لو تابعنا. طيب. هو ربما أستاذنا يعني ربما لا يكون الحديث عن إيران إلا بارتباطها بالملف اليمني، لكن لو عدنا من فضلك إلى الاستوديو مرة أخرى أستاذ ياسين، يعني الآن طريقة تعامل المجتمع الدولي مع هجمات الحوثيين تهدد دول، تضرب مطارات، تضرب مواقع مدنية، يسقط يعني ضحايا مدنيون في السعودية في الإمارات، مع ذلك هناك عدم اكتراث دولي لما يحصل. هذا قد يقود بعض الناس أو بعض المتابعين أو بعض المشاهدين إلى القول بأن هناك إقرار دولي بالحوثيين كأمر واقع، كيف ترى الأمر؟ الأسوأ في طبيعة ردود المجتمع الدولي. وطبعا الهجوم الأخير أنا أتفق مع الدكتور عبد الحبيب أنه كان هناك مواقف دولية منددة بطبيعة الحال، لكن عليك أن 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 أن, أن تقرأ في يعني في ردود الأفعال هذه، انظر إلى التراكم الذي يحرزه الحوثيون عبر هذه الإدانات. في نهاية المطاف هذه الإدانات بقدر ما تهاجم الحوثيين إلا أنها أيضا تثبتهم كطرف مهم وأساسي وقوي ويمتلك قوة ردع في أمام التحالف وربما شرعي في هنا في المجتمع الدولي. في المجتمع الدولي يتطبع الآن لقبول فكرة أن الحوثيين لا يمكن التغلب عليهم في اليمن، مع أن الحوثيين طرف ضعيف، الحوثيين ليس لهم حاضنة وليسوا طرفا قويا رغم أنه وضعت بين أيديهم إمكانية الدولة. لكن ماذا يعني ذلك؟ هذا الكلام مهم، يعني هذا التطبع بالنسبة للمجتمع الدولي لحقيقة وجود الحوثيين وأنه لا يمكن هزمهم عسكريا، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه حتى الترتيبات اللاحقة ستبقى الحوثيين، بقاء الحوثيين يتحكمون بكثرة سكانية كبيرة وبمنطقة حيوية مثل اليمن، هذا ليس من صالح المملكة العربية السعودية، كما أنه يمثل إهانة للشعب اليمني، لغالبية الشعب اليمني الذي يرفض وجود الحوثيين ويرفض أن يتعرض لحكم جماعة يعني أقلوية طائفية متعصبة لا يمكن أن يسلم مصيره لهذه الأقلية. للأسف طيلة 7 سنوات، وأنا أقول المجتمع الدولي أيضا عندما يصمت عن
عن هذه الفترة الطويلة من الحرب هو نوع من المجاملة للتحالف، نظير صفقات الأسلحة إلى آخره. لكن هل تستمر مدفوع الأجر؟ نعم مدفوعة الأجر، لكن أيضا هي تحرك مصانع في الغرب، وهناك أدوار في المنطقة، وهناك تخادم في الحقيقة. المجتمع الدولي يصمت. التحرك القوي كان الذي تم في نهاية 2018 عندما وقف وزير الدفاع الأمريكي وطلب من السعودية التوقف عن التقدم نحو ميناء الحديدة، لأن المجتمع الدولي والمنظمة الدولية كانت تضغط بقوة، وكان الكونغرس نفسه، وكان هناك انقسام داخل المؤسسة الأمريكية. الحزب الديمقراطي كان يضغط بقوة، لهذا تحرك وزير الدفاع الأمريكي ماتس في ذلك الوقت وفرض على الجميع الذهاب إلى حوار في ستوكهولم، أوقف عملية استعادة الحديدة أو تحريرها، وكان هذا خطأ كارثيا في الحقيقة. لكن المسألة، أنا أستطيع أن أقول أن التحالف يتحمل جزء كبير من المسؤولية عما يحدث. أولا أنه ترك الحوثيين طيلة هذه الفترة يلعبون ويسرحون ويمرحون ويكونون قوة ويراكمون هذه السمعة. هذه السمعة تراكم لصالحهم في الحقيقة كقوة ردع في المنطقة. كان عليه أن يصعد، كان عليه أن يدعم شركائه في الميدان، لكن طيلة الفترة الماضية في الحقيقة الحوثي صحيح أنه وصل إلى مشارف مأرب، لكن التحالف أخرج السلطة الشرعية من عدن. التحالف حاصر السلطة الشرعية وأنهى نفوذها وتأثيرها، دعم قوات أخرى، العمالقة، القوات المشتركة، قوات المجلس الانتقالي، أعطاها كل أنواع الأسلحة تقريبا. الآن هناك مقارنة ميدانية، العمالقة في مدينة حريف في مأرب وقوات الجيش الوطني. قوات الجيش الوطني ليس معها أسلحة، الأسلحة النوعية مع العمالقة، لكن لا يقوم بواجبهم كما ينبغي في مديرية حريب. لهذا تضحيات كبيرة من جانب الجيش الوطني. أنا أتساءل لماذا هذا العبث؟ أنا في تقديري أنه لو قررت السعودية منذ الآن أن تحرك الجبهات العسكرية الميدانية وتقدم الدعم المناسب، أو على الأقل تسمح للسلطة الشرعية في أن تستورد أسلحة للجيش الوطني بما يمكنه من تحويل المعركة إلى هجوم وينتهي إلى صنعاء وينتهي الحوثيين. طيب. إذن لماذا تسير الأمور بهذا الاتجاه؟ الإجابة عن هذا السؤال ربما تكمن في طيات السؤال الذي سأوجهه للأستاذ عبد الحفيظ. يعني هذا الفتور في المواقف الدولية، وهذه قضية مهمة جدا، يعني أوقفوا تقدم التحالف في الحديدة وسكتوا عن هجمات على أراضي سعودية مدنية وكذلك الإمارات، كل هذا يقول ألا يدفع الإمارات أبوظبي والرياض إلى الشعور بنوع من الوحدة؟ يعني هل هناك شعور في العاصمتين بأنهم وحيدتين في هذا الصراع؟ حقيقة الموضوع معقد ومتشابك جدا، نقاط عديدة وكثيرة جدا أثارها ضيفك الأستاذ ياسين حقيقة وهو محق فيها. أولا المجتمع الدولي أستاذ جهاد، وأنت تعول كثيرا عن المجتمع، الدول التحالف المملكة العربية السعودية لا تعول عن المجتمع الدولي كثيرا، ولكن في نفس الوقت لا تستطيع أن تتجاهل المجتمع الدولي، ولذلك تبذل جهود دبلوماسية كبيرة جدا بسبب تقاطع المصالح. هذا موضوع طويل يمكن يكتب في مقالات طويلة جدا. النقطة الثانية وهي يعني كلامك هذا أستاذ عبد الحفيظ، كلامك هذا معذرة يعني قد ينطوي على معنى بأن هناك نوع من العبثية في دخول هذه المعركة، إذا ما كانت لم تدرس مزاج المجتمع الدولي فيما يحصل في اليمن ودخلت الحرب بدون دراسة هذا المزاج، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تخالف المجتمع الدولي، يعني هي حرب واستنزاف لموارد السعودية بدون دراسة استراتيجية كافية. ممتاز أستاذ جهاد. لا، اليمن منذ عهد الأمير نايف رحمه الله كان يطالب بضم اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لكن أنت تعرف دول مجلس التعاون الخليجي أي ضم بالإجماع، رفضت بعض الدول، وهذا خطأ خليجي حقيقة. سؤالك، الإجابة على سؤالك، أولا اليمن وهو اليمن جزء من أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وجزء من دول مجلس شبه الجزيرة العربية، وجزء من، ولا يمكن أن تقبل المملكة العربية السعودية أن يكون الحرس الثوري بجوارها، يعني هو هدفه الأساسي هو مكة، ويسيطر على، طبعا هو لا يهدد فقط المملكة العربية السعودية بل يهدد أيضا أمن مصر، قناة السويس، حينما يسيطر على ممرات البحر الأحمر. هذا جانب يعني لا يمكن التفكير فيه أو التردد نحو
هذا جانب. الجانب الآخر يعني يمكن اللي نجحت فيه إيران وهو منذ الثمانينات منذ الحرب العراقية الإيرانية اتجهت إيران إلى صناعة المسيرات الصغيرة والزوارق الصغيرة ونجحت فيه حقيقة، وهذا هذه قوتها حقيقة. ويعني الآن حتى ماكنزي المسؤول عن يعني الشرق الأوسط قال حقيقة اكتشفنا أننا فشلنا في مواجهة هذه المسيرات، وهذه أمريكا أكبر قوة جوية في العالم. ولذلك الآن المملكة العربية السعودية الحقيقة وقعت اليوم في هذه الأيام مع مصر، توصلت مصر إلى منظومة دفاع جوي، يعني لأنه الآن المسيرات الصغيرة على شكل طائر لا تكتشف الرادار، وهذا نجاح نجاح الحوثيين وإيران حقيقة لا يكتشف الرادار، ويتم إطلاق بالعشرات المسيرات أيضا تحتاج إلى مواجهة. الآن وقعت المملكة العربية السعودية مع مصر التي اكتشفت هذه المنظومة الجديدة لمواجهة هذه المسيرات الصغيرة بأقل تكلفة وبقدرة عالية جدا، وحتى لو كان عدد المسيرات يعني بالعشرات حقيقة هذا يحسب للدول العربية ودولة مصر. والآن هنا اتفاقية تم توقيعها ما بين المملكة العربية السعودية ومصر، حقيقة هذا يجعل الأزمة هذه تجعل حقيقة الدول العربية الآن أكبر قوتين في المنطقة العربية المملكة العربية السعودية ومصر، ويحق للمملكة العربية السعودية حينما يعني استعادة قوة مصر، لأنه يعني كانت مصر في 2011 أن تنتهي وهي قبل استعادة البحرين يعني. ويمكن نعم. يذكر الجميع أن أوباما يعني وأمريكا انزعجت من تدخل الجيش السعودي في البحرين لحمايته، فهذا أمن إقليمي. يعني حينما أجي أنا أقول والله دخول الدول التحالف في اليمن عبث، هذا كلام خطير جدا، بالعكس هذا هو أمن شبه الجزيرة العربية وأمن خليجي وأمن عربي ممرات البحر الأحمر، لأنه هو يهدد أيضا أمن السودان ومصر. لا يمكن أن تقبل المملكة العربية السعودية كأكبر قوة في ذلك، وفي 2011 كانت القوة العربية الوحيدة في ذلك الوقت، ولذلك هي قادت هذه التحالفات. والغرب لا يهمه أمن هذه المنطقة رغم أنه هو يتبجح ويقول أنا مسؤول عن أمن المنطقة العربية. الآن الولايات المتحدة هي في أزمة، إدارة بايدن مأزومة، هي في أزمة الآن كيف تتعامل مع روسيا الذي يود أن يستعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي، هو طيب. الآن في أزمة يعني مع طريق الحرير يعني الأزمة أستاذ عبد الحفيظ يعني وكيف يواجه، هو في أزمة مع الاتحاد الأوروبي نفسه ربما نعم. ربما يقول قال إن الأزمة في البلاد التي تقصف ولا تستطيع أن ترد قبل أن ترمى الأزمة على أمريكا أو روسيا. وهنا أسأل أستاذ ياسين مرة أخرى، زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يقول يخاطب العالم المستثمرين أنكم عليكم أن تنظروا إلى الإمارات بأنها بلد غير آمن، وكذلك فعل عدد من القادة الحوثيين. هذا التهديد العلني والتنفيذ، هل يعني أن الحوثيين باتوا يملكون أوراق المعركة وأوراق اللعبة في الإمارات في الصراع؟ ليس لدى الحوثيين إمكانيات كبيرة لتوجيه الضربات ضد الإمارات أو ضد السعودية في أي وقت ومتى ما أرادوا. يجب أن تعلم أنه ما يحصلون عليه من سلاح يعتمد على سلسلة معقدة من التهريب، تهريب القطاع وإعادة تركيبها سواء كانت صواريخ أو طائرات مسيرة، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة حقيقية. البحرية الأمريكية والبحرية الأسترالية والبحرية الغربية إجمالا تعترض شحنات وتغض الطرف عن شحنات. التحالف العربي يحاصر بموجب القرار 2216 الأجواء وبحار وبر اليمن، ولكنه يفشل في منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين. ترك الساحل الغربي كله مكشوفاً لصالح الحوثيين، تراخى في العمليات البرية التي كان الجيش الوطني على مشارف صنعاء، وكان هناك خطوط حمر أمريكية، لكن أنا في تقديري أن الغرب لا يستطيع أن يوقف التحالف إذا أراد أن يتقدم باتجاه صنعاء.
لأن المعركة تتعلق بإعادة السلطة الشرعية، وهذا مكفول في 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 في, في القوانين الدولية. مسألة أن تضع خط أمام وصول الجيش الوطني والتحالف إلى صنعاء، فهذا يعني أن لك مصلحة في بقاء الحوثيين، أو أن الترتيبات أصلاً غربية. تمكين الأقليات في منطقتنا هذا جزء من ترتيب أمريكي لا ينبغي أن نتجاهله. هذه مسألة اليمن عانت منها كثيراً، وصعود الحوثيين نفسه يعود إلى نشاط الاستخبارات الأمريكية، هذا من ثمانينية القرن الماضي وليس من اليوم. ثم أن التحالف السعودية والإمارات في 2011 وهي تواجه الربيع العربي تماهت مع الولايات المتحدة الأمريكية وعقدت صفقة مع إيران وتوابعها ضد ما يسمى بالربيع العربي الذي اعتقدوا بأنه منتج إخواني. هذه الكارثة الكبرى. ولهذا لو نظرت إلى المنظومة الإعلامية الممولة من السعودية أو من الإمارات ستجد أن معظم الإعلاميين ينتمون إلى ذلك الطيف. كان جزء من معركة شاملة في الواقع مع الصحوة السياسية العربية التي عبرت عنها الشعوب العربية في 2011. أختلف مع الدكتور عبد الحفيظ عندما قال السعودية استعادت مصر. مصر كانت في يد السعودية، وكان أول زيارة قام بها محمد مرسي رحمه الله إلى المملكة العربية السعودية، وكان يمكن التعامل مع مصر كبلد ديمقراطي، يعني ينبغي التعامل مع هذا المعطى، وكان يمكن لمصر أن تكون أكبر مما هي عليها اليوم. لا تستطيع أن تقول أن مصر بيدك. مصر اليوم السيسي عقد قمم مع رؤساء اليونان وقبرص أكثر بكثير من القمم اللي عقدها مع نظرائه العرب، مما يعني أن مهمته واضح أين تذهب، والموقع الجغرافي الكبير والأهم والمهم لمصر يعلم الجميع إلى أين يذهب. فالقضية هي أننا بحاجة بالفعل إلى أن نتصرف وفق الإمكانيات المتاحة. لا يستطيع أحد أن يوقف التحالف ويوقف دعم التحالف للجيش الوطني لتحقيق أهدافه العسكرية بطرد الحوثيين وإنهاء أثرهم السياسي والعسكري. لا يمكن للتحالف أن يتعرض للابتزاز من المجتمع الدولي. هناك تقاطع مصالح نعم، ولكن السعودية والإمارات دول الخليج خدمت الولايات المتحدة الأمريكية في عملية غزو العراق. يعني هل يعقل أن تسخر هذه البلدان كل إمكانيتها لخدمة الأهداف العسكرية الأمريكية وهي أهداف عبثية، ثم عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي ووجودها ترضخ لإملاءات الغرب ولا تستطيع أن تفرض قرارها وإرادتها؟ أعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك. اليوم الإدارة الديمقراطية التي عندما وصلت إلى السلطة في واشنطن كان من أولوياتها أنها تمنع السعودية من وصالة الحرب في اليمن، لكن حدث الآن تحول كبير في قناعة الإدارة الأمريكية. اليوم إدارة بايدن تدرس إعادة إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية. بايدن فشل في الوصول إلى السلام في اليمن لأنه اكتشف أن الذي يعيق عملية السلام في اليمن هم الحوثيون. الذي يرغب في تحقيق أهدافه السياسية من خلال الحرب هم الحوثيون. اكتشف الديمقراطيين أنه الصراع مع ترامب على خلفية دعمه المزعوم السعودية كان صراعا مبالغا فيه، ليتضح فيما بعد أن لكن أيضا هناك الحزب الديمقراطي نفسه وإداراته السابقة كانت متورطة في دعم الأقليات للأسف، وكانت تتخادم بشكل كبير مع الحوثيين وخدمتهم وحمتهم في حروب. اليوم الحديث عن الإمارات كبلد فاعل في المنطقة لها وزن على الأرض. أسأل الأستاذ عبد الحفيظ، يعني الإمارات تبدو كما لو أنها بين خيارين، إما أن تستجيب للضغوط العسكرية التي يمارسها الحوثي وترتدع عن المشاركة المدنية في اليمن حفاظا على استقرارها وأمنها الاقتصادي، أو أنها ستواصل قدما في مشروع المعركة الذي هي ترتبط بأمنها الاستراتيجي. إلى بحسب قراءتك إلى أي الفريقين ستنحاز؟ أستاذ جهاد، يبدو يعني ليس هناك معرفة بحقيقة التحالف بين الإمارات والسعودية. الحقيقة الهجمات مثل هذه الهجمات الهدف منها لتفكيك التحالف ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. لا شك دولة الإمارات يعني داعم كبير للمملكة العربية السعودية في اليمن، من أجل أن يبقى الحوثي وتبقى إيران في اليمن. هذه نقطة. أنا لا أود أدخل مع أخي القدير الأستاذ ياسين في جدل كبير، ولكني أود أن يعني
بس ما أجبتني عن سؤالي. عفوا أستاذ عبد الحبيب، أنا أريد جوابا عن سؤالي. يعني الإمارات يبدو أنها تخضع لضغط عسكري كبير من الحوثيين، هل ستستجيب وتحافظ على استقرارها الاقتصادي؟ فهي في النهاية معنية برفاهية شعبها وحفاظ على استقرارها واقتصادها، وأن تبقى منطقة حرة آمنة في وسط ملتهب. أستاذ جهاد، استقرارها الاقتصادي بحل الأزمة في اليمن. استقرار الإمارات الحقيقي الاقتصادي والسياسي بحل الأزمة في اليمن، ودمج اليمن أنا في ظني أن دول مجلس التعاون الخليجي اقتنعوا بأن اليمن يجب أن ينضم هذه المرة كما ذكر الأمير نايف رحمه الله في أسرع وقت. في نقاط مهمة جدا هناك، يعني يتساءل كثير الأستاذ ياسين، لماذا التحالف العربي لم يدعم الجيش الوطني؟ يا أخي، من سلم البيحان وسيلان للحوثي؟ المملكة العربية العمالقة يعني جهة مضمونة موثوق فيها، والإمارات سلمتها أسلحة متقدمة. المملكة العربية السعودية كانت تخشى أن تسلم هذه الأسلحة المتقدمة وتذهب إلى الحوثي، ولذلك يعني كانت هناك المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي هي تقود معركة داخل اليمن، التفاهم ما بين الشمال والجنوب، هناك ما يسمى بإخوان المسلمين أو الإصلاح، كانوا يعني ليسوا الجميع، هناك ناس وطنيين ويحبون اليمن ويودون أن يتخلصوا من الحوثي، لكن كان هناك فئة وجماعة. ولذلك أول قبل تحرير شبوة غير التحالف محافظ شبوة وتم تحرير شبوة، وهذه نقاط ترى مهمة. ولذلك المعركة داخل اليمن هي أيضا كانت مشكلة يعني يعاني منها التحالف، فإنه كيف، لأن هناك حقيقة حتى نوضح الأمر، لكن فريقا من التحالف دعم فريقا من طرفي القتال في اليمني، فبالتالي التحالف هو المسؤول ربما عن تشظي الحصل في الداخل اليمني. لا 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 يا أستاذ جهاد، التحالف مسؤول وحريص جدا على توحيد اللحمة. ألم تدعم الإمارات الانفصاليين وساهمت في تقويتهم ودخلت إلى سوق قطرة، وهناك يعني ارتكبت بعض التجاوزات؟ والله شوف أستاذ جهاد، المملكة العربية السعودية يعني كدولة كبرى، وإذا قلنا دولة عظمى يزعل البعض، هي تحاول أن يعني تتغاضى عن بعض الأخطاء، لأنه لو حاسبت بالأخطاء كان أنفك التحالف، وهو ما يريد الحوثي وتريده إيران. أستاذ عبد الحفيظ، يعني أشكرك على اتساع صدرك، ولكن يعني تقول أن الرياض يعني تتغافل عن بعض الأخطاء، لكنها أخطاء استراتيجية، وأنت تتحدث قبل قليل أن المشكلة أن السعودية تخوض معركة في الداخل، يعني أن الإمارات حليف السعودية يدعم فريقا لصالح ضد فريق تدعمه السعودية، فيعني الفوضى حاصلة بفعل التحالف. وأرجو الاختصار في الرد على هذا الجواب من فضلك بدقيقة، تفضل. طيب من رعى اتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض، وحضروا الأمير محمد بن زايد وحضروا الزبيدي، يعني بالعكس المملكة العربية السعودية هي مظلة للجميع، وهي التي رعت اتفاق الرياض، وهو هذا الاتفاق الذي سمح الآن للعمالقة بدخول شبوة ودخول مأرب، والآن حتى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف غيرت مسمى قوات العمالقة إلى قوات اليمن السعيد. طيب، يعني ما يتنبه كثيرين، لا يتنبهون إلى بعض وضحت المصطلحات. وضحت فكرتك أستاذ عبد الحفيظ. أختم معك أستاذ ياسين، يعني باستثناء حملات القصف المكثفة التي مارسها التحالف على صنعاء، مواقع حوثية طبعا، هل يمكن أن يطرأ أي تغيير ذي شأن على سير المعارك بعد ما حصل؟ المعارك ستمضي وفق أولويات التحالف. التحالف له ترتيبات معينة، له ترتيبات في الجنوب وله ترتيبات في الشمال، وسيستمر في استهداف الحوثيين لتقليل ضررهم وتقليم أظافرهم، لكن معركته لن تتطور إلى القضاء على الحوثيين ولن تتطور إلى إيصال وتمكين القوات الشرعية. الخطوة التالية هي تغيير محافظ مأرب بعد كل هذه التضحيات. طبعا تغيير محافظة شبوة تغيير محافظة شبوة يفهم منه أنه رد على تفريطه بالمديريات التي تستولى عليه الحوثيين.
طبعا هذا الكلام مع احترامي للدكتور عبد الحفيظ مجافل تماما للحقيقة. لم يكن هناك ما يمنع مواجهة الحوثيين في شبوة إلا أن الذي يتحكم بالقرار العملياتي هو التحالف، لا يريد لا لمحافظ شبوة السابق ولا للجيش الذي يتبعه خوض معارك. هناك ضربات جوية استهدفت هذا الجيش، وأثناء تحرك العمالقة تعرضت معسكرات الجيش الوطني في شبوة للقصف وقتل العشرات. يعني في مظالم لا يمكن تحملها، في عبث لا يمكن تحمله، في أشياء تحدث أنا في تقديري أن انعكاساتها الخطيرة والاستراتيجية على السعودية أخطر بكثير من انعكاساتها على اليمن، ومع ذلك للأسف الشديد يحدث كل ما يحدث. اتفاق الرياض لم نكن بحاجة إليه مطلقا. طيب. العمالقة لم يكن بحاجة إلى اتفاق الرياض لكي ينتقل من الساحل الغربي إلى شبوة. أشكرك يعني التحالف هو الذي يتحكم بكل شيء. أشكرك، أرجو المعذرة، لا يحتاج إلى الاتفاق. أدرك أن الوقت وصلت الفكرة عموما عندك ومن الأستاذ عبد الحفيظ. ختاما أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو، الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، وعبر الزوم من مكة المكرمة الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية. شكرا لكم، في حراسة الله.